يعني ما في شروط في ديار القرآن إلا الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام. حقيقة إن الديار من الأشياء المميزة فيها إنها بتغريك بالعلم، فكل ما تنتهي من مستوى تتطلع إلى المستوى الأعلى. الصورة العامة من الحزم والانضباط في الديار إلا إن الواحد فعلاً بيلاقي هنا قدر عالي جداً من الاحتواء من المعلمات. سألتها لماذا؟ قال هي ستتزوج بعد سنة وأنا لا أريدها أن تدخل بيت زوجها وهي غير قارئة جيدة بل متقنة للقرآن الكريم. رحلة الحفظ بتكون رحلة يشوبها الكثير من اليأس والتوقف، وتقول خلاص مش هقدر أكمل، ترجع تقول لك لا يلا. درجة عالية من الأخوة والاحتواء والحب، يعني تحس فعلا أن احنا عاملين زي اللي رجعوا المدارس تاني وعاملين صحاب وعلاقة طيبة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وحفظه وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. تجد هذا وأكثر هنا في ديار القرآن. مركز ديار القرآن أنشئ في 2015 نتيجة حاجة مجتمعية ملحة قائمة على الهجرة العربية اللي صارت لتركيا. جعلني أستشعر المسؤولية في ضرورة وجود بيت للأسرة العربية خصوصاً والتمازج التركي العربي. فكان فكرة ديار القرآن بداية البذرة من هاي الفكرة يعني، فكانت أحسن مظلة ممكن تجمع هذا الهدف هي مظلة القرآن، خصوصاً أني أملك شيء من الأدوات التخصصية في التعليم القرآني. فمن هذه الحاجة ومن هذه الفكرة نبع يعني ينبوع ديار القرآن في البشك شهير. يعني ما في شروط في ديار القرآن إلا الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام، وما تبقى من أي شروط أخرى هذا مقدور عليه. منحدد موعد معين للتسجيل، ممكن معلين عنه في وسائل التواصل الاجتماعي الشتى، في إنه ديار القرآن بيستقبل التسجيل من تاريخ كذا إلى كذا، وبعدها نغلق التسجيل إلى السنة التي تليها، لأننا عندما نبدأ التعليم الأكاديمي لا نستطيع أن نأخذ الأخوات من منتصف المسافة. أنت بعد ما تكون شارح المخارج وشارح الصفات أو شارح أحكام الميم وأحكام النون لتستقبل بعدها الأخوات، ستقول أخت أنا لم أفهم الإدغام، لم أسمع الإخفاء، لم أسمع مخارج الحروف، فكيف تطالبونني بشيء لا أستطيعه؟ فلا نستطيع أبدا خلال السنة الدراسية أن نأخذ أخوات جديدات. لذلك محصور في شهر 9 تقريبا كل سنة محصورين عدد الأخوات المنتسبات في هذا الشهر تحديدا، ولا يتجاوز 120 أخت 130 أخت من نأخذه سنوي، ويكون يعني جهد طبعا في أخوات من السنوات الماضية يكون، فالمجموع تقريبا 450 أخت 500 أخت اللي يقام عليهم التعليم في ديار القرآن مستجدات، لكن من 100 ل 120 أخت. بداية الاشتراك تكون في أننا نضعها في مكانها الصحيح، بمعنى نسمع قراءتها، هل هي مبتدئة أم متوسطة أم جيدة، حافظة غير حافظة. أسألها مثلا عن أهدافها من الالتحاق بديار القرآن، ماذا تريد الأخت من الالتحاق بديار القرآن؟ إذا قالت أريد تحسين تلاوتي، فأنا أضع الآن الحفظ في خانة التأجيل. نعم، إذا قالت أنا مثلا أعرف التجويد، أريد أن أقوي المادة العلمية، أضعها مثلا في مكان في حلية التلاوة في مستوى أعلى من مستوى المبتدئات. فأنا بداية أسمع القراءة، أرى ما تريده الأخت أي وما أقدر أن أقدمه أنا في هذا المركز بطريقة أكاديمية صحيحة بعيدة عن العواطف، إنما مخدومة بطريقة علمية صحيحة. يعني هالبرامج الأصلية هي عبارة عن ثلاث حصص أسبوعية، مثل ما تفضلتوا اليوم وشفتوا، حصة تؤخذ في هذا المكان هي حصة حلية التلاوة، يعني التعليم النظري من كتاب الدكتورة رحاب شقيقي، حصة من الساعة 10 إلى 11، وبعدها
من 11 للواحدة حصتين تلاوة. هاي الحصتين إما أن تكون الأخت من أهل الحفظ عم تراجع حفظها، أو بتكون من التي ستحفظ، فهي عم تحفظ صفحات معينة، 3 صفحات أو 5 صفحات، أو هي قادمة فقط للديار لتصحيح تلاوتها، أو نحن أصلاً لم نسمح لها ببداية الحفظ لأن تلاوتها تحتاج إلى الكثير من الضبط. فيتفرق بعد حلية التلاوة كل إلى صفه بحسب المستويات وحسب الأعمار. فهذه المادة الأصلية التي يقام عليها ديار القرآن، بالإضافة للمنظومات التي تتبع هذا العمل، يعني منظومة الجزرية أو منظومة العقيلة أو أي منظومة يحتاجها العمل كعمل أكاديمي هي مقامة في ديار القرآن حتما. أما بقية العلوم الشرعية فهذا مخصص له برنامج خاص في ديار القرآن يعمل عليه كثير من المشايخ، على رأسهم الدكتور محمد خير موسى الله يجزيه الخير، الدكتور محمد بسام حجازي، الدكتور مصطفى مخدوم، الدكاترة كلهم يعني هم من يقومون أيضا على يعني الإشراف على وضع برنامج شرعي ومجتمعي لديار القرآن يرادف الجانب الأكاديمي القرآني فيه. لم يكن هناك خريجات إلا بعد السنة الثالثة لديار القرآن، لأننا يعني نمشي بأكاديمية معينة، يعني الخريجات يبدأوا بعد 3 سنوات، إما الحافظات أو إما ما قرأوا ختمة كاملة مضبوطة بدون أخطاء. الخريجات تقريبا سنويا ما بيتجاوزوا 50 أخت خريجة. في نموذج من أخواتنا الأتراك، يعني أخت تركية لما جاءت على لتقرأ كانت في عمر 52 سنة، هي أخت حافظة وتطمح إلى الإجازة. من بداية دخولي أنا قلت إن هي ستصبر يعني درس أو درسين بالكاد وستولي وجهها يعني غير مكان، يعني لأني سأضغط في القراءة وهي تركية وحافظة بالطريقة التركية ومخارجها تركية، والآن ننتقل من الأو إلى الأو وتصحيح الضاد والطاء، هذا يعني كأنك تنسف عندها كل المنظومة القديمة اللي تضع منظومة جديدة أمامك. الحقيقة ما وجدته في هذا العمر من الأخت من الإصرار يعني أدهشني، إلى أن حققت هدفها بعد 3 سنوات بأن نالت الإجازة وهي في هذا العمر. نموذج ثاني أيضا لأخت غير عربية، أنا أقول هذا لأحفز الأخوات العرب على وأشجعهم خصوصا الأمهات. عندما أتت أخت روسية وقالت أخذت رقمي من لا أعرف من أي طريقة واتصلت بي وقالت أريد أن أعطي ابنتي دروس خاصة، فاعتذرت منها وقلت أنا لا أعطي دروس خاصة للقرآن، أنا أدرس في ديار القرآن تفضلي لنعطيك هناك دروس. عندما استفسرت منها قالت لا يجب أن تعطوا دروس خاصة لزينب وتولوها اهتمام كبير. إصرارها وإلحاحها علي أنه في أنها تريد أن تعلم ابنتها في ديار القرآن، سألتها لماذا؟ قال هي ستتزوج بعد سنة وأنا لا أريدها أن تدخل بيت زوجها وهي غير قارئة جيدة بل متقنة للقرآن الكريم. بعد ما هي حملتني هذه المسؤولية وصلتها بأخت قرأت معها ختمة كاملة، حقيقة أنا امتحنتها بالقرآن كله 90 سؤال من القرآن ما طلع لها ولا لحن جلي للأخت، والآن هي ترسل لي صورها وهي تدرس في مدرسة القرية في روسيا، أن كل أهل القرية يأتوا إلى الأخت زينب ليدرسوا عليها القرآن الكريم. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. من هذه الأمثلة المشرفة التي كانت لديار القرآن بصمة هامة في طريقهن في حفظ كتاب الله عز وجل 4 أخوات من عائلة ماهر عقل. بدأنا بدراسة حلية التلاوة، كتاب حلية التلاوة على مدار 3 سنوات، والحقيقة أن الديار من الأشياء المميزة فيها أنها بتغريك بالعلم، فكل ما تنتهي من مستوى تتطلع إلى المستوى الأعلى، وهو ده سبحان الله درب كل من يمشي في حفظ القرآن وتلاوة القرآن، كل ما تنهل تزداد شوقاً لأن تعرف الأكثر. مركز ديار القرآن هو كان من أبرز وأفضل المراكز في منطقة بشاك شهير، وهي المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. أكثر ما يميزه الالتزام، التزام وانضباط، والالتزام والانضباط بيساعد الطالب اللي عايز ينهل انه يحقق انجاز تلو يعني عام تلو العام. التزام في الديار ان الالتزام بيكون واحد يوم واحد في الاسبوع، اليوم انت بتختاره من بدايه العام بتحسب بترتب مع المعلمه حسب افضل الايام بالنسبه لك. الحضور 3 ساعات ندرس من خلالها درس تجويد، ندرس فيها احكام التجويد،
وتلاوة، نتلو على المعلمة وتصحح لنا تلاوتنا، والحصة الأخيرة بتكون حفظ، نختار صورة من صور القرآن نحفظها خلال العام. فالموضوع مش فيه التزام كثير، يعني لما يكون أنا عندي يوم واحد في الأسبوع بنظم وقتي، بكون حريصة على الحضور في الوقت عشان أحقق أعلى استفادة من حضوري، فده بيسهل جدا على طالب العلم. زائد إن لازم يكون عند أي حد عاوز يتعلم علوم القرآن ويدرسها إن يكون عنده الرغبة الأكيدة النابعة من نفسه، لازم تكون فيه يعني روح إن هو يتحمل، لأن طبعا احنا عارفين كلنا أصحاب بيوت واجبات، فلما يكون عندك الروح دي أنت بتثابر إن أنت تلتزم حتى النهاية. يعني هو موضوع الالتزام مش موضوع سهل، يعني هو محتاج مجاهدة، يعني الإنسان يجاهد نفسه على أنه ينضبط ويحضر في الموعد، وكلنا بتطرأ علينا ظروف، مرة تعب، مرة حد من الأولاد عندك في مثلا تعب في البيت، واجبات، لكن برضو أيضا حتى المواد الدراسية في الديار هي مواد تحتاج إلى تركيز عالي، إن أنت تقدر تحفظ الحروف ومواضعها في القرآن، مخارج الحروف، صفات الحروف، حفظ الجزرية. يعني إحنا ممكن ندرس العلوم، لكن موضوع أن أنت تحفظ أبيات شعرية ويعني تقريباً ما يقارب 53 بيت هي تلم بكل الأحكام في القرآن الكريم، فأيضاً هذه الأشياء كان يعني بيقابلنا بعض المشاكل، لكن صراحة بفضل معلمتنا وتشجيعهم الدائم لينا، ولا يفوتني أبداً أني أشكر معلمتنا في حفظ القرآن، ربنا يجزيها عنا كل الخير يا رب، أستاذتنا أستاذة بدرية، لأنها يعني تحملت رحلة الحفظ، بتكون رحلة يشوبها الكثير من اليأس والتوقف، وتقول خلاص مش هقدر أكمل، وترجع تقول لك لا يلا، وكون أن أنت تكون ماشي مع صف، يعني إحنا ماشيين مع مجموعة، فمرة تلاقي المجموعة سبقتك فترجع تاني تكسل تقول لا بسرعة ألحق اللي فاتني، فالرحلة طويلة، لكن يعني حقا من ذاق حلاوة حفظ القرآن، وان انت ربنا سبحانه وتعالى ينيلك نعمة ان انت تستطيع استحضار اي سورة في اي وقت تقرأها، يعني تستحضرها من قلبك وصدرك، فدي نعمة عظيمة. اكثر الوصايا اللي وصي بها نفسي واخواتي هو الوقت ما قبل الفجر. صراحة السنوات اللي انا درستها في ديار القرآن كان لازم اليوم اللي ما بقومش فيه قبل الفجر بساعتين تقريبا لازم يكون ليك وقت قبل الفجر وبتقوم تخصصه لحفظ القرآن، يعني بحيث ان لا يشغلك شاغل ولا تليفون ولا اي شيء خالص، الوقت ده لما بتعطيه للقرآن وتخصصه للقرآن يعني بتنال بركة اليوم كاملا. جيت تركيا في 2017، قبل ما اجي كان عندي حالة يعني نهم في البحث عن مركز للقرآن، حتى كنت كتبت بوست على الفيس اني بدور على مكان للقرآن ادخل فيه اقضي فيه مثلا 5-6 ساعات استمتع بالقرآن وعلومه، وفعلا كنت بدور على حاجة زي كده في مصر يعني، لكن ما سبحان الله ما حلفنيش الحظ او القدر يعني ان انا الاقيها. منذ فترة بداخلي رغبة شديدة ان اجد مكان راقي ومتميز اقضي فيه 2 أو 3 ساعات يوميا مع القرآن فقط، قراءة، تجويد، تفسير، وندوات وخواطر ولغويات وتأملات قرآنية. هل في أماكن كده ولا أنا بحلم؟ كنت عارفة مسبقاً إن أخواتي التحقوا هنا بديار القرآن، فأول ما جيت على طول بادرت وجيت يعني اشتركت في الديار يعني بفضل الله. من زمان بدايتي مع القرآن الكريم طبعاً فضل الأول والأخير بعد الله سبحانه وتعالى الوالدي، وانا في ابتدائي تقريبا او في اعدادي كان جاب لي مجموعه المصحف المعلم للحصري، كانت دي بدايه الرحله يعني ان انا بدات فعلا اسمع واحفظ الطريقه دي يعني، وكنت دايما بحب اسمع خواطره عن الايات والتفسير والحاجات دي، فالحمد لله كان في صله او علاقه بالقران طيبه يعني، الى جانب ان احنا اصلا دراستنا كانت في الامارات، فكان في تاسيس في علم التجويد شويه نوعا ما يعني. بس هو سبحان الله القرآن يعني كل ما الإنسان بيستزيد منه بيزداد شوق لزيادة أكثر يعني، فالحقيقة وجدت شغفي ده أو يعني مطلبي في الديار هنا بفضل الله سبحانه وتعالى، إنه فعلا مكان مش بس بتحفظ فيه القرآن، لا أنت بتلم بعلوم القرآن، بعلوم التجويد، بعلوم بلاغة القرآن، بتفسيره، كلها أمور يعني فعلا بتسعد الإنسان يعني وبتروي روحه يعني.
بالديار من البداية، يعني دخلت سنة أولى على طول درست كتاب الحلية اللي هو علم التجويد كامل، ودرست الجزرية ودرست الأجرومية، و يعني كنا بنحب يعني ايه نتنوع كده في دورات الديار اللي كانت ما شاء الله بتنظمها مع المشايخ والأساتذة. درست تفسير ودرست يعني مجموعة كبيرة من الدورات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بيها، إلى جانب أن التحقت بصفوف الحفظ، فبفضل الله تقريبا أتممت الحفظ خلال الثلاث سنوات، يعني حفظ القرآن كامل. أنا وإخواتي جيهان ويسرى ويمنى كنا مشتركين في الرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني التحقنا بالديار وإن كان على فترات متقاربة، لكن في النهاية كنا مشتركين مع بعض ذهابا وإيابا ومشتركين في دروس القرآن، وكانت كثيرا ما تجمعنا جلسات المراجعة والحفظ والتسميع مع بعض، والحقيقة كانت فترة جميلة، يعني سبحان الله كان فيها مواقف كتير رائعة، سواء مواقف صعبة اللي تتعب شوية تانية تشد بإيدها، مواقف مرحة ولطيفة، وإحنا مستشارين إن إحنا رجعنا تاني رايحين الدار راجعين من الدار، يعني كنا ساعات بننزل مع أولادنا هم نازلين المدارس ونرجع معاهم، فكانت فترة رائعة وكان فيها مشاعر كتير طيبة يعني بيني أنا وإخواتي ربنا يحفظهم. هو الحقيقة يعني هي ديار القرآن مش مركز تعليمي فقط، هي فعلا دار يعني أو ديار فعلا. الجميل في الديار هنا أنه تقريبا كل اللي فيها سواء معلمات أو طالبات تقريبا بتجمعهم حاجة مشتركة، أن هم عايشين في غربة العرب منهم، يعني إلى جانب أنه الكل سايب بلاده وأوطانه وأهله، فتحس أنه أصلا الناس جاية متشوقة أنها تكون علاقات وتعرف ناس وتسود فعلا روح الأخوة والمحبة والترابط بينهم، إلى جانب الانفتاح نوعا ما على المجتمع التركي، لأن إحنا لينا هنا زميلات ومعلمات أتراك أيضا، فده الحقيقة برضو بيمثل جزء إنساني رائع جدا، نحن بنشاركهم مناسباتهم وبيشاركونا مناسباتنا، أحيانا بنطلع رحلات مشتركة بيكون فيها يعني على قدر المستطاع تبادل الثقافات والمحادثات، يعني برغم الصورة العامة من الحزم والانضباط في الديار، إلا أن الواحد فعلا بيلاقي هنا قدر عالي جدا من الاحتواء من المعلمات وإحساس عالي جدا، مجرد مثلا لما الأخت تيجي يعني ملامحها متغيرة عن الدرس اللي فات على طول المعلمة تسألها مالك في إيه عندك مشاكل، ففعلا في درجة عالية من الأخوة والاحتواء والحب، ويعني تحس فعلا أن احنا عاملين زي اللي رجعوا المدارس تاني وعاملين صحاب وعلاقة طيبة جدا يعني. اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى. إنه طغى. يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان. صراحة الأمر يكون فيه صعوبة إن الكلمات تصف المشاعر، لكن الحقيقة يعني هي رحلة كما تقول معلمتنا دايما هي رحلة العمر، احنا بنحفظ القرآن ولازم نتعهده بالمراجعة الدائمة، احيانا بنقصر لكن فعلا زي ما قلت لحضرتك اللي من ذاق لذة وحفظ القرآن، وان احنا مثلا تكون مطلوب مني ان انا اختبر كل خمس اجزاء وبعدين تيجي المعلمة تقول لنا مثلا عندكم اختبار، يعني لا انسى ابدا في احدى المرات اختبرت في 18 جزء مع المعلمة، فضلت انقطعت كده شوية عن العالم وكان ليا ساعات معينة بثبت فيها حفظي، وأول ما جيت سمعت ال 18 جزء للأستاذة أنا خرجت من الديار وكأني يعني نلت الدنيا وما فيها من خير فعلا. سبحان الله خوف وفرحة يعني مندمجين مع بعض، يعني لأنه طبعا حفظ القرآن بيخلي عند الإنسان يعني مسؤولية كبيرة قوي، وانه بيحاول انه يعني يكون بحفظ القران ده يصل الى الخيريه اللي ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها خيركم من تعلم القران وعلمه، الى جانب فرحه انه الانسان بيستشعر انه يعني هو الكتاب في قلبه، فيعني حاسس انه خلاص يعني ملك الدنيا وما فيها يعني فعلا. غرباء من كل البقاع تجمعوا، هجروا الديار وودعوا الاوطان، غرباء لكن قد تآلف جمعهم، صاروا بنعمة ربهم إخوانا. هو الحقيقة أنا دايماً عندي قناعة إنه
أي شيء بيخص القرآن بيدوم بالإخلاص، وعلى قدر إخلاص الناس القائمين على العمل والناس المتعلمين حتى بيكتب لهذا الأمر الاستمرارية يعني. فيعني الكلمة اللي أقولها والنصيحة اللي أحب أنصح بها نفسي وحبيباتي كلهم في الديار، معلمات وطالبات، إنه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى فعلا الإخلاص دوما في علمه وتعلمه والمحافظة عليه ودراسته القرآن الكريم يعني، لأنه فعلا بإخلاصنا ده إن شاء الله الأمر يعني يستمر ويكتب له الثبات والاستمرارية إن شاء الله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يثيب عنا معلمتنا خير الجزاء يا رب، ويجعل المجهود اللي بذلوه معانا في ميزان حسناتهم، وإن إحنا نظل في هذا المسار وهذا الدرب إلى أن يقبض الله سبحانه وتعالى الأرواح. وخليني أوجه لهم أبيات شعرية بسيطة كده: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير غرسا للهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. جزاهم الله عنا كل خير.